سؤالي لك سيادة رئيس الوزراء الأسبق، ما هي الدرس اللي تعلمتها من فترتك وتود أن تقدمها إلى السيد رئيس وزراء محمد الشياع السوداني؟ شكرا جزيلا، وأريد أن أشكر جميع الحضور هنا، وأريد أن أتقدم بالشكر للدكتور برهم صالح وكل من ساهم في تنظيم هذا المحفل. أعتقد نصيحتي هي بالتأكيد، ولا نود أن ندخل بال لا نريد أن ندخل بالتفاصيل، أود أن أنصحه بأن لا تدخل بالتفاصيل كثيرا ولا تغض البصر عنها في نفس الوقت، لأنه بالتأكيد بالنظر إلى التفاصيل وتعديلها سوف تحرز تقدما. على سبيل المثال في قانون الموازنة يجب أن تبدأ بها من الأعلى، لكن لم تنظر التفاصيل الصغيرة. على سبيل المثال لدينا في العراق لدينا حوالي 3500 حساب محاسبي موجود في العراق، وإن لم تقم بالسيطرة عليها فإن الإنفاقات سوف تعلو السقف. إذا ما نقوم به هو ننظر لهذه التفاصيل البسيطة، وفي نفس الوقت يجب أن تكون حذرا، لأنه أحيانا تقلص الميزانية لكن ما سوف تقلص. أحيانا يتم بدء بالميزانية من الأعلى بروح جيدة من أجل تحسين الميزانية ومن أجل تقليل العجز في الميزانية، لكن ما سوف تقطعه سوف يؤدي بتبعات سيئة، وما تبقيه في الميزانية يصبح عرضة للفساد وغيرها. إذن يجب النظر إلى التفاصيل، وأنا أشبه الأمر ببناية. على سبيل المثال لديك معمار جيد للغاية ومهندس معماري يبني بناية جيدة للغاية، لكن ما أهمية البناية إن لم يكن الأساس لها جيد للغاية؟ سوف تنهار. إذا هذه نصيحتي. عندما كنت مهندس في سنتي الأولى تم إخباري بأنه يجب أن تقوم بالأمور بيديك. عندما تصبح مهندس ولا تقوم الأمور بيديك فإن البنائين سوف يضحكون عليك، سوف يقولون يجب أن تقوم بكذا وكذا، لكن إن قمت بالأمر بيديك وبنفسك سوف تعلم ما هو صحيح وما هو غير صحيح بناء على غريزتك. إذا هذه هي نصيحتي، لا تخوض بالتفاصيل لأن ليس لديك الوقت، لكن لا تهمل التفاصيل المهمة. حسنا، بالتأكيد تحدثت عن هذه الأمور وبضمنها أحد المشاكل التي تواجه رئيس الوزراء الحالي الذي هو الفساد. إذن هل لا تشرح ضمن فترة رئاستك ما قمت به ضد الفساد وما كانت قصص النجاح؟ النجاح لا تراه ضمن 4 سنوات كثيرة، لأنه كان لدينا حرب وكانت لدينا أولويات، وفي واقع الحال أنا لم أرد أن أدمر القارب الذي كان الذي كنا نبحر به. كانت بغداد تحت التهديد، إذن إن هزيت القارب كثيرا سوف يتدمر. ما قمت به بدأت بالإجراءات، إجراءات مهمة للغاية. ما قمت به هو تبسيط الإجراءات للحكومة، وهذا مهم للغاية، لأن الفساد دائما ما يختبئ خلف الروتين والإجراءات المعقدة للغاية والبيروقراطية والأعمال الورقية. إذن يجب أن تبسط الأمور من أجل أن يصبح الأمر بسيطا للمواطن أيضا، ولكن بالتأكيد هذه خطة تتطلب سنوات من أن يتم تطبيقها، لا تستغرق 4 سنوات. رأيي الشخصي تتطلب 14-16 سنة من أجل أن تضع هكذا خطط من أن تصبح أساس للبلد. إذا هذه الخطوة الأولى، تبسيط الإجراءات من أجل أن لا يخرج الفساد أكثر فأكثر. الآن الفساد يختبئ خلف البيروقراطية والناس لا تعرف الإجراءات فتدفع رشوة من أجل إسراع الأمور، وهذا مرض متفشي. حتى أحيانا رئيس الوزراء لا يستطيع أن يقوم به، ولأنك عندما تكون رئيس وزراء إنه ليس عملك أن تقول هذا شخص فاسد لا أضعه بالسجن. أنت كرئيس وزراء تضع الأمور في مجراها وتطلب من المؤسسات أن تقوم بالإجراءات، والمؤسسات هي من تقوم بأخذه أو أخذ الفاسد المحكمة، وبالتأكيد هم القضاة نفسهم إجراءاتهم وطلب تحقيق أو طلب كذا وكذا، وهي عملية صعبة، لكن هذا هو عملهم هم. فقط أريد أن أخبرك شيئا عن سرقة القرن. عندما سمعت لأول مرة بسرقة القرن في الأخبار ونظرت إليها، وكل مرة أرى أنا أتابع السوشيال ميديا لم أصدق الأمر في البداية، قلت هذا ليس ممكنا، كيف يمكن لشخص ما يسرق هكذا كمية كبرى من النقود؟ إن كان ليس بصورة نقدية قد يكون ممكن، لكن صورة نقدية ككاش
لم أصدق الأمر، لكن في اليوم التالي صدقته. وبالتأكيد هذا سوف يطرح العديد من الأسئلة، كيف حدث هذا؟ وتحت بصرنا حيث لدينا نحن لدينا 229 نائب ولدينا العديد من الوزراء ومؤسسات، كيف مر هذا من تحت ناظرنا؟ وأنا متأكد أن رئيس الوزراء الحالي وكما قال أنه يبحث في الأمر، والقضاء لديهم دورهم المهم، ويمكن أن نجد العديد من الأمور في هذه القضية. بالنسبة لي لا يجب أن نتهم أشخاص، أن الأمر يتعلق بظاهرة، حيث أن قمنا بتوجيه الأصابع للاتهام وألقينا القبض على أشخاص معينين، الظاهرة تبقى موجودة. إذا قمت بتحديد المحركات أو الدوافع المؤسساتية للفساد، نحن نتذكر في فترة رئاستك حصلت هذه التظاهرات في 14، والتي أيضا حصلت في تشرين في 2019. وأود أن أسأل، ما هي الدروس المستقاة التي تعلمتها من التعامل مع التظاهرات في 2014-2015، وما هي النصائح التي تقدمها إلى السوداني بشأن الشباب وطموحهم غير الملاقة؟ النصيحة الأولى الاستماع، لا أقول الاستماع لكل شيء، لكن يجب أن تفرق بين الأمور عندما تستمع إليه، لكن يجب الاستماع. كل صباح أنا أتلقى لائحة، كم عدد المتظاهرين في كل مكان، عددهم في الديوانية على سبيل المثال، ما هي مطالبهم، نستمع لمطالبهم، أو تظاهرات في الناصرية وهكذا، أنظر إلى التظاهرات وأدرسها. بعض التظاهرات لا أستطيع أن أقوم بأي شيء حيالها، ليس لدينا الأموال الكافية والنقود الكافية، أو لا أستطيع زيادة الرواتب، لا أستطيع توظيف الناس في القطاع العام إلا إن كانت فقط الدولة تحتاجهم بالتأكيد إلى العمل. هذه النقطة الأولى الاستماع. النقطة الثانية تشجيع الناس من أجل إنهاء مظالمهم. إن لم تشجع الناس، إن أجبرتهم على أن يكونون في وضع بائس، فسوف يلجؤون إلى أمور أخرى، على سبيل المثال مظاهرات تشرين، وهو أمر خطير للغاية. إذن يجب أن تشجع الناس وتنقل متطلباتهم واحتياجاتهم من أجل لا يذهبوا إلى آليات غير قانونية. وصدام حسين في وقته كان يعدم الناس بسبب قول بعض الأشياء أو بسبب منشور يقتل الناس. إذن بدأ الناس يقولون لماذا إذا أنا سوف يتم إعدامي بكل حال، إذن لأحاول أن أحمل السلاح وأقف ضدهم. وبالمناسبة أيضا يجب أن يكون هناك الصدق بالتعامل عندما تقدم وعود، لا تقدم وعود للناس فقط من أجل إسكاتهم، يجب أن تكون هنالك صدق بالموضوع. في يوم من الأيام تلقيت وفدا من الواسطة، طلبوا مني مياه أكثر، قالوا أن المحافظ والمجلس المحافظة يمنعوننا من أن ندير آلياتنا من أجل أن نحصل على مياه أكثر، وقالوا نحن لا نؤذي أي أحد. قلتهم لا، أنتم تؤذون الناس في العمارة والبصرة، مصدر المياه محدود، عندما تأخذون أنتم مياه أكثر بآلياتكم في واسط، فإن المواطنين الآخرين في الجنوب سوف يتضررون. إذن يجب أن تكون صادقا، لا تعطيهم وعودا لا تستطيع الإيفاء بها، وإلا سوف تكون غير عادل. النقطة الرابعة، يجب أن تكون مسؤولا عندنا ثورة، لكن عندما تفكر بالناس بأكملهم سوف يرونك أنك عادل. وبالتأكيد عندما تكون أنت في هذا المنصب يجب أن تتعامل مع الجميع بهذه العدالة والمساواة، والناس الذي لا تجيب لهم فإنهم يرون نفسهم هم في نفس المنزلة وفي نفس التحصيل الدراسي على سبيل المثال الذي يجيب لهم الرئيس الوزراء. هذا من المهم تكون هناك عدالة. إذن أنت رئيس وزراء ناجح للغاية، قمت بإعادة بناء الجيش والقوات الأمنية في الوقت الذي كنت تتعامل به مع الدولة الإسلامية. إذن ما ترى وضع القوات الأمنية حاليا، وما هي نظرتك للأمن؟ لا تدفع، أقول لك الرئيس وزراء لا تدفع بالقوات الأمنية إلى مستوى تجعلهم يطلبون دعم سياسي. يجب دعم القوات الأمنية بالأسلحة وبالتدريب المطلوب، ويجب على القوات الأمنية تتمتع بالاستقلالية. إن كان لدي أنا جناح مسلح كما هو الحال في بعض الأحيان، إذن
الجناح المسلح سوف لن يدافع عن الوطن وإنما يدافع عن نفسي فقط أنا. إذن هذه المجاميع المسلحة هي لا تدافع عن البلد، وهذا أمر خطر للغاية. وإن قمنا بالتذكر ما حدث في نينوى في الأنبار، كان هنالك الناس يسمون الجيش بكل الأسماء، لكن هذا الجيش أتذكره كنا نسميه بالجيش الوطني. وأردنا في الموصل أن ننقل الجيش، قالوا لا 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 تنقله، نريد هذا الجيش، نريد أن يبقى هنا. وهذا لم يأتي من لا شيء، لكن الجيش هنالك غير سلوكهم وتعاملهم مع الناس وطبيعتهم. لكن إن قمت بنقل الجيش وقطعاته من منطقة أخرى باستمرار، أو عاملت قائد بصورة مختلفة عن قائد آخر، هذا سوف يتبع عواقب. يجب أن تكون هنالك خطة للقادة للمقاتلين. حتى أنا في الخطط ذهبت إلى مستوى حتى المطاعم في الجيش، ولسوء الحظ دعوني أقول هذا الأمر، أن هنالك دائما ما تجد مطعم للمقاتلين ومطعم للقادة. وأقول لهم حسنا، نحن نعلم أن هنالك قادة وهنالك مقاتلين وفرق بين الأمر، لكن لا أفهم لماذا الضباط يحصلون على طعام مختلف عن المقاتلين. هم جميعهم بشر، يجب أن يتم معاملتهم بصورة جيدة، يحصلون على نفس الطعام، على نفس الاهتمام. لماذا نفصل بين الطعام المقدم للضباط والطعام المقدم للمنتسبين؟ وأنا ضد هذا الأمر. أنا أتذكر عندما ذهبت إلى جامعة مانشستر في البداية، تفاجأت برؤية أن الأستاذ البروفيسور يجلس مع من يعمل في المختبر أو المكتبة، وهم سوية يجلسون في الاستراحة وفي وقت راحتهم في اليوم سوية، ولكن في وقت العمل بالتأكيد مسؤولياتهم مختلفة. هذه هي طبيعة البشر. في رأيي هذا هو الإسلام. عندما أرى هكذا أمور أرى فيها الإسلام. عندما كان النبي محمد يجلس بين ناسه، لم يكون هناك تفريق بينه وبين المسلمين. هذا هو الإسلام الحقيقي، لكن أرى أننا ابتعدنا قليلا عنهم. حسنا، بالعودة إلى السياسة، أنت من الإطار التنسيقي، والآن تحدثت عن بعض المجاميع المسلحة للإطار التنسيقي. الآن أريد أن أسأل، كيف هي وحدة الإطار التنسيقي وما يبقيه متوحدا، وهل سوف يستمر هذا التوحيد داخل الإطار التنسيقي؟ بالتأكيد بالنسبة لي أقول يجب أن يكون هنالك تحاور، لأن الحوارات وتواجدها والتحاور يمنع الكوارث. وأن الإطار التنسيقي هو ليس بتحالف، وليس لدينا أنظمة مكتوبة على سبيل المثال، وما لدينا هو اتفقنا على أن كل ما نناقشه هو في أي جلسات نسمع بعضنا البعض من أجل أن نستنير من بعضنا البعض، لا نحاول أن نكون ضد بعضنا البعض. لكن كان هنالك تحدي في 2021 عندما كانت هنالك مظالم بخصوص الانتخابات، وكان هنالك خوف. وبالمناسبة قبل أن أكمل، أنا لست ضد التيار الصدري، لست ضد أي تحالف أو ائتلاف على سبيل المثال KDB أو التيار الصدري، لكن كان هنالك خوف بأن القلة سوف يتحكمون بالبلد و يطرحون بالبقية الأحزاب خارجا، وهذا أمر خطر في العراق. لأننا لم نبني ديمقراطية مؤسساتي إلى حد الآن، مؤسساتنا لا تزال تحتاج إلى دعم وتطوير، وحتى نصل إلى ذلك المستوى نستطيع القيام بالعديد من الأمور. سمعت من العديد من أصدقائنا في أوروبا والذين لديهم حكومات ائتلافية، لكن لم يتمكنوا من تغيير العديد من الأمور، على سبيل المثال التوظيف أو غيره، لأن هنالك مؤسسات تمنع هذا الأمر. إذن أعتقد لهذا نحن دائما ما نكون متوحدين من أجل أن نمنع هكذا أمور. لكن ما أقوله أنه يجب أن نكون شموليين في التعامل. وهنا أتحدث عن على سبيل المثال حكومة أغلبية حكومة أقلية، في نفس الوقت يجب أن تكون هناك شمولية بالتعامل. في العراق لا تستطيع أن تعمل بجناح واحد فقط أو بجانب واحد فقط، ولسبب ما، لأنه على سبيل المثال في الغرب لديك أحزاب وطنية. أنا حاولت هذا الأمر وكنت ناجحا به، لكن كان الأمر يتطلب وقتا طويلا. وأنا أتمنى
أن يكون لدينا سياسة قومية أكثر وأحزاب قومية ووطنية أكثر، آنذاك نستطيع الاستمرار. أنا أخشى أن علينا التوقف الآن لأنه لدينا جلسات أخرى، لهذا أريد أن أتقدم بالشكر لحضرتك على هذا الصدق والصراحة. وهلا تخبرنا بآخر كلمة تقدمها إلى الحضور، ما هو الندم الذي لديك على سبيل المثال؟ أنا لست أندم على أي شيء، لكن للأسف هناك أمر أتأسف عليه. أنا قمت بالإصلاحات، لكنه أنا كنت بالتأكيد مطيعا للقانون والدستور، ولكن كان يمكن أن أقوم بأمور أكثر لو حظيت بالوقت. ما أطلبه من حضراتكم، اذهبوا إلى الشوارع وانظروا إلى جميع الناس، وحاولنا أن ندفع الناس إلى التصويت أكثر، لكن للأسف لم يحصل هذا. إذن هذا ما أتأسف عليه. كان من الممكن أن نصلح النظام بأكمله، لكن فقط لم أستطع أن أخرج عن النظام القانوني أو الشرعي أو الدستور. وفي التسعينات آنذاك في الماضي وفي وقت احتلال الكويت، القوانين التي وضعت وغيرها والنظام الانتخابي، كانت آنذاك الغزو على الكويت والحرب وغيرها، إذن كان هناك وضع مختلف للغاية. وبعد 2003 الناس كان لديهم أمل أيضا بالإصلاح، لكن القاعدة حصلت، ومن ثم الجميع كان يتحدث فقط عن الطائفية ويجب مغادرة العراق، لكن العراق غادر من هذه الفترة. ومن ثم أتت داعش وقال الجميع أن العراق لن يستعيد قواه، والعراق تفكك بسبب داعش، وأيضا انتصرنا. لكن كل هذا بالمناسبة ليس محض صدفة، ولكن في الحقيقة هو بسبب العمل الدؤوب. ونعدنا بالماضي ونرى قصص النجاح كلها من العمل الدؤوب. لهذا أخبروا زملائنا ورفاقنا في الأحزاب السياسية أنه يجب أن نعمل سوية دائما. شكرا جزيلا.